بآخر حلقة من الموسم الثاني من أسماء من التاريخ، وبمقابلة حصرية من الإمارات العربية المتحدة، كارين بستاني تستضيف الدكتور أمين مكرزل، وهو رئيس سلسلة فنادق لوف وجولدن تيوليب العالمية، وأيضاً رئيس مؤسس لشركة فلامينغو لإدارة الفنادق. نحن اليوم أكبر شركة فنادق في لبنان من عدد الفنادق. عندك طموح وأهدافكم أنه بثلاث سنين تصيروا 100 فندق. حتى صرنا في السياحة في الإمارات رواد عالمياً. أسماء من التاريخ، الأربعاء 9:30 المساء على الـ LB2.